من اكبر المشاكل اللي بيعاني منها منتخب مصر الفتره الاخيره هي حته جيل حسن شحاته والمقارنات مع جيل حسن شحاته، وكل ماتش بنأديه بنبقى فاكرين يا جماعه 2006 2008 2010 كنا بنلعب ازاي، الجيل ده حرام اللي بيعملوا فينا، الجيل ده جيل محترم جدا وعندنا لعيب محترمه وعندنا محمد صلاح واحد من افضل لعيبه في العالم حاليا، محتاجين مدير فني يا جماعه، محتاجين مدير فني، منتخب مصر يطلع منه كتير. بس هل فعلا منتخب مصر يطلع منه كتير؟ منتخب مصر ما طلعش منه كتير ولا اي حاجه، بالعكس تماما. الناس اللي بتهاجم كارلوس كروش وبتتكلم حوالين كارلوس كروش كان مدرب ضعيف، كان مدرب جبان، كان مدرب مغرور، كان مدرب عنيد، كان مدرب عنده مشاكل مع لعيبه، دول تكتيك كارلوس كروش ووجود محمد صلاح منتخب مصر ما كانش عالي تاني في تصنيف الفيفا. اه تصنيف الفيفا اللي وقعك في السنغال، اه والله هو تصنيف الفيفا اللي وقعك في السنغال. اه ما انت عايز تحاسب بقى، روح حاسب احمد مجاهد وروح حاسب احمد شوبير وروح حاسب حسام البدري، هم دول انت محتاج تحاسبهم بجد، انت مش محتاج تحاسب كارلوس كروش. اه انا عارف انك مش فاكر الناس دي عملت ايه في الكره المصريه، بس فاكر كويس قوي انت كارلوس كروش عمل ايه امبارح في الكره المصريه. طب افتكر السيناريو، مين اللي وصلنا للمكان ده؟ مين اللي كان بيخاف يلعب ماتشات وديه؟ مين اللي العالم كله كان بيعمل ماتشات وديه وهو كان بيخاف يلعب ماتشات وديه علشان خاطر كان مالطو وما كانش عنده فريق ولا كان عارف يبني شخصيه للمنتخب وقتها؟ انت بتعيب على كارلوس كروش انه عامل شخصيه لفريق منتخب مصر؟ ايه شخصيه منتخب مصر مع حسام البدري؟ ايه شخصيه منتخب مصر مع خفاء اجيري؟ شخصيه مصر مع كوبا، شخصيه مصر مع كارلوس كروش حققت نتائج. انا عارف انك نفسك تقدم اداء جميل وانا نفسي منتخب مصر يقدم اداء جميل، بس مع الاسف الشديد خط نص منتخب مصر ما ينفعش انه يقدم اداء جميل. انت بتتكلم على محمد النني، امبارح لو دورت على الارقام بتاعته هتلاقي ان محمد النني لمس 16 كوره في 70 دقيقه، اه والله 16 كوره 70 دقيقه، وعمل ميس باص كتير جدا. محمد النني عمل ميس باص 40%، 16 كوره محمد النني باص منهم عدد كبير غلط. تخيل انت بتتكلم في ايه، 16 كوره محمد النني اللي كان المفروض ان هو ديفندر امبارح في منتخب مصر، 16 كوره، اه والله 16 كوره بجد ما بهرجش والله. عمرو السوليه، انا عارف ان صفحات الاهلي امبارح كانت بتقول الحجج والكلام بتاع الليزرات ومحمد صلاح الليزر اللي جه في عينه خلاه يشوط الكوره بره والكلام اللي احنا بدانا نحسس على اللعيبه بتاعتنا بيه ده، لان احنا لا مؤاخذه يعني جمهور عنده اراء غريبه لازم ينتقد اي حد الا اللعيبه، اللعيبه كانوا رجاله وكانوا، بس المشكله في المدرب. ليه بقى اصل اللعيبه دي تبعنا، بتلعب في الاهلي والزمالك، ما ينفعش انك تهاجم عمرو السوليه ولا تقول ان هو قدم اداء سيء وان اكبر جريمه عملها كروش انه خلى السوليه يكمل لل 120 دقيقه. حمدي فتحي امبارح ادى اداء مميز جدا لما نزل قلب دفاع تالت مش لما كان موجود في نص الملعب. فلما تقعد تتكلم انت على حمدي فتحي والسوليه هتلاقي في 100,000 واحد بيعمل لك كده اكس، ما ينفعش تتكلم عليهم. ما ينفعش تتكلم مثلا ان فتوح الكره اللي طلعها دي كره عبيطه قوي، ما فيش مدافع بيطلع كده يا حبيبي، ما فيش مدافع بيطلع لجوه يا بابا. صعب انك تقول ان رامي ربيعه لا يستحق ان هو يكون موجود في الاهلي لان اصاباته كتير، فطبعا بالتالي لا يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر. دي نقطه يتحاسب عليها كارلوس كروش، بس انا مش هقعد احاسب كارلوس كروش دلوقتي اقول ان كارلوس كروش لازم يشيل كل الليله، لان المنظومه دي كلها منظومه فاشله، فما ينفعش ان انا احاسب كارلوس كروش على فشل المنظومه دي كلها. كارلوس كروش جه ما لا مفيش موجود حاجه اسمها باك يمين في منتخب مصر. كارلوس كروش حط عمر كمال لعبد الواحد باك يمين، عمر كمال قدم مستوى كويس لدرجه ان الناس بدات تقول فين عمر كمال عبد الواحد ماتشين السنغال. اه كارلوس كروش خلى عمر كمال عبد الواحد الجناح بقى باك يمين وبقى معتمد دلوقتي ان هو باك يمين كويس. امام عاشور امبارح كان راجل جدا، نزل شال الجبهه اللي كانت مفتوحه على عمر جابر. عمر جابر اللي اي حد عارف الكوره كويس عارف ان عمر جابر اتضرب ضربه قويه، بس عمر جابر بنسبه 200% هرب من الماتش. اه والله بجد عمر جابر هرب من الماتش. رامي ربيعه ما هربش، رامي ربيعه اساسا معروف ان هو بيلعب 60 دقيقه بتعور. بس انا بكلمك على حاجه، كلنا نفسنا نقدم كره جميله، بس احنا ما عندناش عناصر تنفع تقدم بيها كره جميله. اقتنع بكده، اقتنع بكده، اقتنع ان كارلوس كروش مش هي الحل. الكلام على ان احنا نروح نجيب مدير فني مصري او نروح نجيب مدير فني اجنبي، ايه المعايير اللي انت عايزها للمدير الفني الاجنبي؟ ايه المعايير اللي انت عايزها للمدير الفني المصري؟ كره جميله؟ الموضوع مش موضوع مدير فني، اصل انت في ناس امبارح كانت بتقول ايه؟ لعيبه منتخب مصر مش عارفين ينقلوا باصين ثلاثه على بعض. حبيبي كارلوس كروش مال ومال لعيبه مش عارفه تباصي جوه الملعب. ايه علاقه كارلوس كروش بان اللعيبه مش عارفه تباصي جوه الملعب؟ اه عنده افكار دفاعيه، بس فين اللعيب اللي يقدر يفرق عندك؟ هل محمد صلاح الايقوني اللي عندك كان امبارح شايفه قدامه؟ محمد صلاح ما جاش، عمر مرموش ما جاش، تريزيجيه ما جاش، مصطفى محمد كان بيخبط كتير، زيزو نزل عطى اللي عنده اول 10 دقايق وبعد كده ما جاش. اتكلم على ايه؟
انت اسهل حاجه انك تلبس المدير الفني. ليه؟ لان المدير الفني زي ما قلت لك بعيد عن الاهلي والزمالك. لو فضلنا بالسياسه القذره دي عمرنا في حياتنا ما نعمل اي حاجه، بس مع الاسف الشديد احنا مش هنفضل في السياسه دي. احنا بيتم التخطيط ان احنا نفضل قاعدين في السياسه دي فتره طويله. طول ما احنا عايزين كروش يمشي عشان مش مقتنع بمحمد شريف ولا مقتنع بطارق حامد، عمرنا في حياتنا ما نعمل اي حاجه. انما لما نقول ان كارلوس كروش هو اللي اعاد هيبه منتخب مصر اللي كانت مش موجوده اساسا بعد رحيل هكتور كوبر، اللي برضه ما كانش عاجبنا واللي برضه كلنا ندمنا بعد رحيل هكتور كوبر. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، كارلوس كروش اساسا هيكمل معاك في حاله واحده فقط، انه ما يجيلوش عروض من منتخبات موجوده في كاس العالم. في منتخبات هتروح كاس عالم هتحاول تجيب كارلوس كروش معاها. كارلوس كروش مدرب كبير واسم كبير، عجبك ما عجبكش كارلوس كروش هيفضل مدرب كبير، وهيفضل تجربته مع منتخب مصر تجربه محترمه جدا. وصل نهائي كاس امم افريقيه، خسر بضربات جزاء ضد واحد من افضل الفرق في افريقيا حاليا السنغال، عمل مباراه محترمه قدام السنغال في دكار هناك في رغم الجمهور اللي كان غير طبيعي. والجمهور ده برضه واحد من ابرز المشاكل الموجوده عندنا في مصر، ان في لعيبه بتلعب من غير جمهور، في لعيبه هتبطل كوره وبدات تظهر مع انديتها وقربت تبطل كوره وما شافتش حاجه اسمها جمهور وما شافتش حاجه اسمها استاد مليان في ماتش الاهلي والزمالك. منظومتك الرياضيه في مصر سيئه جدا، فما تهمش كل الفشل اللي موجود في المنظومه حوالين شخص واحد بس هو اللي بيض المنظومه دي. كارلوس كروش هو اللي بيض المنظومه دي، كارلوس كروش هو اللي رجع منتخب مصر في التصنيف، هو والعناصر اللي موجوده حاليا مهما انتقدناها، بس كارلوس كروش اللي قدر يعمل من العناصر دي فريق محترم. لو انت عايز تجيب مدير فني محترم ومدير فني كبير ومدير فني عنده سي في وحد عنده شخصيه، فما ينفعش انك تمشي كارلوس كروش. لو مشيت كروش هترجع تاني المربع صفر، والمربع صفر لو رجعت ليه هترجع بس عشان حاجه واحده بس، عشان في ناس عايزه قفش يلعب اساسي ومحمد شريف يلعب اساسي وطارق حامد يلعب اساسي. وطول ما احنا هنمشيها كده صدقني عمرها ما هتعمر. ولو عملت ابقى تعالى في القناه دي وتدفع على وش. لو عجبك الفيديو قبل ما تدفع ما عجبك براحتك.